السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مراجعة مادة العلوم في منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء الديب، علي معلم أول علوم بمحافظة مطروح. استكمل النهاردة بإذن الله حلقات المراجعة بتاعتنا. معنا بعض الأسئلة اللي وردت في امتحانات الأعوام السابقة، تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة وهستنى من حضراتكم الإجابة عليها. السؤال الأول بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية. أول حاجة بيقول لي سرعة الجسم بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. على طول لما ألاقي كلمة بالنسبة دي فكرني بالتعريف بتاعي، بالنسبة لحاجة يبقى أنا بتكلم على سرعة إيه؟ سرعة نسبية. نقطة تجمع امتداد الأشعة الضوئية المنكسرة عند سقوطها متوازية وموازية للمحور الأصلي العكسي. ركز قوي في التعريف، تجمع الأشعة لما تسقط متوازية وموازية، ده طبعا بيحصل عند مكان اسمه البؤرة الأصلية. فلما تلاقوا نفسكم قربتوا من مفهوم البؤرة الأصلية يبقى لازم أحط كل انتباهي في الجملة. ليه بقى؟ لأن أنا عندي أكتر من تعريف خاص بالبؤرة. أولا قال لي نقطة تجمع امتداد الأشعة، اتكلم بس عن امتداد الأشعة، يبقى إذن هو بيتكلم على بؤرة تقديرية. وقال لي أشعة ضوئية منكسرة، يبقى إذا أنا بتكلم الأشعة المنكسرة دي بتحصل فين؟ في العدسة، يبقى بؤرة تقديرية للعدسة. طب هي البؤرة بتكون تقديرية في حالة العدسة مين؟ في حالة العدسة المقعرة. يبقى البؤرة التقديرية للعدسة الإيه؟ المقعرة. خدوا بالكم تعريف البؤرة ممكن يلخبطني. لما يجي هنا مثلا يقول لي نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة، قال لي تجمع الأشعة الضوئية ما تكلمش عن الامتداد خالص، يبقى هنا البؤرة الحقيقية وتكون في حالة العدسة الإيه؟ المحددة. طب لو قال لي نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة أو امتداداتها، يبقى اتكلم على الحاجتين، اتكلم على بؤرة حقيقية وبؤرة تقديرية. يبقى في الحالة دي ما بقولش ولا دي ولا دي، الاتنين مع بعض اسمهم بؤرة أصلية للعدسة المحددة أو للعدسة بشكل عام، بؤرة أصلية للعدسة. أما بقى لو كان بيتكلم على أشعة منعكسة فلا، أنا هنا هدخل في المرايا مش في العدسة. تمام يا شباب؟ يبقى نركز في مفهوم البؤرة الأصلية لأنه ممكن يتشعب منه تعريفات تانية، يعني ممكن تبقى بؤرة تقديرية أو بؤرة حقيقية. السؤال الثالث بيقول لي ارتداد الشعاع الضوئي إلى نفس جهة سقوطه عندما يقابل سطح عاكس. ارتداد الشعاع معناها إن الشعاع هنا انعكس، يبقى المفهوم هنا هو مفهوم انعكاس الضوء. طول أقصر خط مستقيم يصل بين موضعي بداية ونهاية الحركة. طالما قال لي طول يبقى هنا هو كده بيتكلم في مقدار. أقصر خط مستقيم ده المفروض إن هو إيه؟ أقصر خط مستقيم بيصل بين موضع بدايته ونهاية الحركة، ده مفهوم الإزاحة. يبقى إذا أنا كده بتكلم على إيه؟ بتكلم على مقدار الإزاحة. تمام؟ هتابع مع حضراتكم الإجابات، ولو في أي مشكلة عندكم ابعتوها لي. نور تمام؟ لكن خدتي بالك من مفهوم البؤرة بقى؟ أنت كاتبة لي البؤرة الأصلية هنا يا نور، ما ينفعش أكتب بؤرة أصلية، الأفضل إن أنا أكتب بؤرة تقديرية لعدسة مقعرة. السؤال التاني بيقول لي اختر الجواب الصحيح من بين الأقواس للعبارات الآتية. يلا هستنى إجاباتكم. من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة، كمية متجهة يعني إحنا بنعرفها بحاجتين، بمقدار واتجاه. مين في دول كمية فيزيائية متجهة يلزم لتعريفها تعريفا تاما من وجود اتجاه؟ من أمثلة الكميات المتجهة طبعا الكتلة كمية قياسية مفيهاش كلام، الزمن أيضا كمية قياسية، الطول واللي شبهه، اللي شبهه يعني نص القطر مثلا، المحيط وهكذا، كل دول كميات قياسية، لكن الكمية الوحيدة المتجهة عندي هي القوة. صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دائما إيه؟ الصورة لازم أحط بقى خواص الجسم، خواص الصورة المتكونة من المرآة المستوية، هي صورة إيه؟ تقديرية معتدلة مساوية للجسم. يبقى إذن أنا هختار كلمة إيه؟ معتدلة.
الغازان اللذان أنتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هيليوم وأكسجين، هيليوم وهيدروجين، هيدروجين وثاني أكسيد الكربون، هيدروجين ونيتروجين. يلا بينا. اللي أنتج المجرات والنجوم عبر ملايين السنين هم غازي الهيليوم والهيدروجين، ما ننساش كانت نسبتهم 25% للهيليوم قصاد 75% للهيدروجين. يتكاثر نجم البحر لاجتثيا بنقطة. تكاثر في نجم البحر كان عن طريق إيه يا شباب؟ دي سهلة. تكاثر في نجم البحر كان عن طريق التجدد. ما ننساش إن أنا هنا في الجزئية دي عندي مفهومين، مفهوم التجدد وهو قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها، وعندي تعريف تاني اسمه التكاثر بالتجدد وهو قدرة الجزء المفقود من أحد الكائنات على النمو إلى كائن كامل جديد. طب نرجع نفتكر كده الكائنات اللي كان بيحصل فيها الانشطار الثنائي. الانشطار الثنائي كان بيحدث فين؟ كان بيحدث في بعض أو في معظم الكائنات وحيدة الخلية، زي مثلا البكتيريا، كان زي الطحالب البسيطة وزي الأوليات الحيوانية، وخدنا بعض الأمثلة زي البروميسيوم والأميبا واليوجينيا. التبرعم كان بيحدث في بعض الكائنات وحيدة الخلية زي فطر الخميرة وكائنات عديدة الخلايا زي الهايدرو والإسفنج. أما التكاثر بالجراثيم فكان هو السائد في الطحالب والفطريات، وخدنا من الفطريات فطر عيش الغراب وفطر عفن الرمس. اذكر فرقا واحدا بين خلية الكبد وخلية الحيوان المنوي. عايزين فرق ما بين خلية الكبد وخلية الحيوان المنوي. أولا خلية الكبد هي خلية جسدية، بينما خلية الحيوان المنوي هي خلية أمشاك. وبالتالي خلية الكبد طالما قلنا أنها خلية جسدية فهي تحتوي على المادة الوراثية كاملة وتنقسم ميتوزيا، بينما خلية الحيوان المنوي خلية مشيج. مشيج إيه؟ مشيج مذكر في الإنسان والحيوان. طيب بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على نصف المادة الوراثية. هنا اتنين نون لكن هنا نون. خدوا بالكم ينتج عن انقسام ميوزي. الحيوان المنوي بينقسمش لكن هو بينتج عن انقسام ميوزي، بينما خلية الكبد تنقسم ايه؟ ميتوزي. تمام شباب، انا هنا جبت لكم كل الفروقات الممكنة، لكن هو طالب فرق واحد فانا ممكن اكتفي بان ده خلية جسدية بينما ده خلية مشيج مذكر في الانسان والحيوان مثلا. ممكن أقول فرق تاني إن ده اتنين نون مادته الوراثية كاملة وهنا نون نصف المادة الوراثية. السؤال الثاني بيقول لي أكمل العبارات الآتية. ظهرت أشكال الحياة الأولى على سطح الأرض حوالي كام سنة؟ أشكال الحياة الأولى هي ظهرت بعد 12,000 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم. ظهرت على بعد 12,000 مليون سنة من الانفجار، وإحنا الآن على بعد 15,000 مليون سنة. يعني الفرق ما بيننا كام؟ 3,000 مليون سنة. يبقى إذن ظهرت أشكال الحياة الأولى من حوالي 3,000 مليون سنة. السؤال اللي بعده، أصل المجموعة الشمسية من وجهة نظر العالم فريد هويل. فريد هويل هو صاحب النظرية الحديثة. في النظرية الحديثة كانت بتقول إن أنا عندي نجم الشمس موجود وقرب منه نجم تاني، والنجم ده حصل فيه تفاعلات نووية مفاجئة أدت لانفجار. وبالتالي أصل المجموعة الشمسية هنا إن الشمس كانت موجودة والكواكب نشأت من نجم آخر غير الشمس. في العلاقة البيانية مسافة زمن يمثل الجسم الساكن بخط مستقيم إيه؟ بصوا شباب، علاقة مسافة زمن ف زي. طب عايزة أعرف يعني إيه جسم ساكن؟ الجسم الساكن معناها إن مسافته لا تتغير بمرور الزمن، مسافتك ما بتتغيرش. يعني أنا مثلا لو موجود على بعد 2 متر، فبعد ثانية أنا عند الاتنين، بعد ثانيتين أنا عند الاتنين، بعد 3 ثواني عند الاتنين، فهلاقي ماشي إزاي؟ خط مستقيم يوازي محور الزمن. خط مستقيم طبعا أفقي يوازي محور الإيه؟ الزمن أو محور السينات. أفكر في السؤال بالراحة وعلى مهلي. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ب 80 كيلومتر على الساعة بالنسبة لمراقب يتحرك في نفس اتجاه بسرعة 20 وعايز كده السرعة الفعلية، القانون كان بيقول إيه؟ كان بيقول إن عين الفعلية تساوي عين
النسبية هنا عين بتاعة المراقب. طب هجمع ولا هطرح؟ بصوا كده، هو مش قانون السرعة النسبية في نفس الاتجاه كنا بنطرح، يبقى هنا في حالة ما أنا هكون محتاجة السرعة الفعلية بعكس الإشارة، بجمع يبقى عين الفعلية تساوي عين النسبية زائد سرعة المرور، يعني 80 زائد 20 ب100 كيلو متر على الساعة. شكرا يا نور، في عوض برضو مشارك معانا، برافو عليك. بس هو مش طالب سرعة متجهة يا عوض، هو طالب السرعة الفعلية. السرعة الفعلية تساوي السرعة النسبية زائد سرعة المراقب. خد بالك القانون بس ظبطه. السؤال اللي بعده، صور ما تحته خط. النجم العابر هو أكبر نجم يمكن رؤيته من سطح الأرض. النجم العابر أكبر نجم يمكن رؤيته من على سطح الأرض. هستنى إجاباتكم شباب. أكبر نجم يمكن رؤيته من على سطح الأرض يبقى هو النجم الموجود في مجموعتنا الشمسية، يبقى هو نجم الشمس. السؤال بيقول لي استخدم نقط في التلسكوب الشمسي لبيان الأطوال الموجية المختلفة التي تبعتها الشمس. هتشيل كلمة المرايا المقعرة، وإحنا عايزين حاجة بتستخدم في التلسكوب لبيان الأطوال الموجية المختلفة. عشان نعرف الأطوال الموجية المختلفة، إذا أنا بستخدم الإيه؟ المطياف اللي موجود داخل التلسكوب الشمسي. تمام يا عوض وتمام يا نور. العدسة وسط شفاف نقط للضوء يحد سطحين كوريان. طبعا هي مش عاكسة للضوء، العدسة وسط شفاف ايه؟ كاسر للضوء. العدسة وسط شفاف كاسر للضوء، بينما المرآة هي اللي وسط معتم ولكنه عاكس للإلكترون. وفي المراية عندي سطح كوري واحد. السؤال اللي بعده بيقول لي توضع مرآة مستوية في زوايا الطرق الضيقة لمتابعة حركة مرور السيارات، أو لمتابعة حركة السيارات أثناء مرورها لتجنب الحوادث. هنا أنا عايزة أشيل كلمة مرآة مستوية. طب إيه المراية اللي تنفعني في الحالة دي؟ طريق ضيق، وإذا أنا عايزة أتابع حركة المرور يبقى أنا عايزة أكشف مجال الرؤية بتاعي. أكشف مجال الرؤية يبقى أنا عايز صورة معتدلة مصغرة. مين المراية اللي بتديني الصورة المعتدلة المصغرة يا شباب؟ اللي بيديني الصورة المعتدلة المصغرة مين؟ تمام، المرآة الإيه؟ المحددة. نستكمل مع بعض. السؤال اللي بعده بيقول لي قارن بالرسم فقط بين الطور الاستوائي في الانقسام الميتوزي والطور الاستوائي في الانقسام الميوزي الأول. خدوا بالكم السؤال بيقول لي إيه قارن بالرسم، وأنا نبهت عليكم إن الرسم سهل جدا إنه يجي في الامتحان. تعالوا نشوف هنرسم إزاي. أولا أنا عندي الطور الاستوائي في الانقسام الميتوزي والاستوائي في الميوزي الأول، فأنا هقسم هنا كده وهرسم لكم أنا بنفسي دلوقتي. الخلية في طورها الاستوائي تكون واخدة الشكل الكروي. الحالتين بيكون عندي الجسم المركزي كده في منه نسختين موجودين عند أقطاب الخلية. تمام، في الطور الاستوائي لو حضراتكم فاكرين في الطور الاستوائي كان بتترتب ازواج الكروموسومات عند خط استواء الخليه، فانا لو عندي اربع كروموسومات هيترتبوا في صوره ازواج، يبقى كل اثنين من الكروموسومات المتماثله هيكونوا جنب بعض. ادي الكروموسوم الاول وادي اخو التوأم موجود جنبه عند خط استواء الخليه، وادي الكروموسومين التانيين، ادي الاول وادي التاني. وبعدين عندي خيوط المغزل بتمر من ايه؟ السنترومير. يبقى ده شكل الخليه في طورها الايه؟ الاستوائي. بس تاخدوا بالكم ازواج الكروموسومات يبقى ده في الاستوائي الاول. عذرا شباب، انا جاوبت الاستوائي الاول بتاع الميوزي قبل الميتوزي. عذرا.
الطور الاستوائي في الانقسام الميتوزي بتترتب فيه الكروموسومات عند خط استواء الخلية، عشان بس محدش يتلخبط، لان انا جاوبت حاجة قبل حاجة فممكن حضراتكم تتلخبطوا. طبعا ده مش صحيح، يعني انتوا في الامتحان يعني انا يمكن بس لخبطت في القراءة فده اللي خلاني جاوبت حاجة قبل التانية، لكن حضراتكم اثناء الامتحان لازم تجاوبوا بنفس الترتيب، لازم الطول الاستوائي بتاع انقسام ميتوزي ينزل الاول وبعدين الطول الاستوائي بتاع انقسام ميتوزي الاول. تمام كده؟ يبقى ده الاستوائي بتاع الايه؟ الانقسام الميتوزي. ده الاستوائي الاول بتاع انقسام الميتوزي. لازم اكمل بخيوط النقل. بشوف بقى في حد فيكم اصلا ركز ان انا اتلخبطت وانا برسم ولا خدتوش بالكم؟ لا محدش خد باله، بس انا اللي خدت. تمام يا شباب، يبقى تاني، في الطول الاستوائي من الانقسام الميتوزي بتترتب الكروموسومات عند خط استواء الخليه، بينما في الطول الاستوائي الاول بتترتب ازواج الكروموسومات عند خط استواء الخليه، فده الرسمتين. امسحهم بقى واوريكم الرسمه بشكل أسهل. قصدت ان انا ارسم لكم واحده فيهم الطول كده عشان خاطر حضراتكم تبقوا فاهمين انه لو رسم الخليه في اي اتجاه مفيش مشكله، يعني المهم يعني بصوا هنا الجسم المركزي موجود فين؟ هنا، وبالتالي الكروموسومات بتترسم في النص بالمنظر ده، فما تتلخبطوش خالص. لو رسمتوا الجسم المركزي فوق وتحت يبقى الكروموسومات هنا، طب لو رسمتهم على الجنبين يبقى الكروموسومات فوق. المهم ان الكروموسومات في خط استواء الخلية. طب في حاجة بقى ناقصة، ان حضراتكم لازم تحطوا البيانات، يعني لازم تقولوا الكروموسوم سنترومير خيوط مغزل جسم مركزي غشاء بلازمي وهكذا، على الأقل تنزل الرسومات أو تنزل البيانات على رسمة منهم، لكن ما ينفعش أنزل رسمة بدون بيانات. السؤال اللي بعده بيقول لي وضح أهمية كل منها. عايزين أهمية تلسكوب هابل. تلسكوب هابل تلسكوب فضائي، وبالتالي بيستخدم لتكوين صور أوضح للأجرام الإيه السماوية. وضح أهمية النظرية الحديثة للعالم فريتاري. النظرية الحديثة دي كانت بتفسر إيه يا شباب؟ كانت إحدى النظريات الثلاثة اللي بتفسر نشأة المجموعة الإيه الشمسية، تفسير نشأة المجموعة الشمسية. طب مين كمان كان معاها؟ كان معايا نظرية السدين للعالم لابلاس، كان عندي نظرية نجم العيبر لتشامبرلين ومولتن. اي واحده في دول لو جه قال لي ايه اهميتها يبقى تفسير نشاه المجموعه الشمسيه. طب نظريه الانفجار العظيم؟ لا دي نظريه لتفسير نشاه الكون كله بقى على بعض. السؤال اللي بعده بيقول لي وضح اهميه ظاهره العبور. فاكرين ظاهره العبور تحدث فين؟ تحدث في طور التمهيدي الاول من الانقسام الميوزي. ايه اهميتها؟ كانت تؤدي الى تنوع الصفات الايه الوراثيه. اهميه وضع مراه محدبه على يسار سائق السياره. بنحتاج نحط مراه محدبه ليه يا شباب؟ المراه المحدبه وظيفتها تكوين صوره معتدله مصغره، صوره تقديريه معتدله مصغره، وبالتالي تساعدني في ايه؟ كشف الطريق خلفه بوضوح. يبقى لتكوين صورة مصغرة للطريق مما يساعد على كشف الطريق خلفه بوضوح. السؤال اللي بعده بيقول لي ما الأسباب التي تؤدي إلى قصر النظر عند الإنسان؟ لو حضراتكم فاكرين إن في الأسباب كنت بعكس، قصر النظر معناها زيادة في حاجتين، زيادة في نصف قطر تكور وجه العدسة أو نصف قطر كرة العين، وزيادة في تحدب العدسة. يبقى قصر النظر الأسباب بتاعته زيادة في نق وزيادة في تحدب العدسة، مما يؤدي إلى تجمع الأشعة في نقطة قبل الشبكية. يبقى الأسباب زيادة نصف قطر تكور كرة العين أو زيادة تحدب العدسة، مما يؤدي إلى إيه؟ تجمع الأشعة في نقطة أمام الشبكة. لازم أكمل إجابتي عشان تبسطي.
ما الأسباب التي تؤدي إلى تباعد المجرات عن بعضها؟ المجرات بتتباعد بسبب إيه؟ أنا مش هبعد غير لو أنا بتحرك، لو أنا ساكنة يبقى مفيش تباعد، أنا مسافتي تكون ثابتة مع اللي جنبي، لكن التباعد ده نتيجة للحركة المنتظمة للمجرات. السؤال اللي بعده بيقول لي: ما الأسباب التي تؤدي إلى عدم استطاعة الكثير من الناس الكتابة بطريقة صحيحة وهم ينظرون إليها من خلال مراية مستوية؟ كثير من الناس مش بيقدروا يكتبوا على أي ورقة وهم بيبصوا على مراية مستوية. يا شباب استني إجاباتكم، لأن طبعا الصورة في المراية المستوية هي صورة معكوسة الوضع. أقعد بسألني على السؤال اللي فاتوا بيقول لي ينفع نكتب سبب واحد؟ لا، السؤال بيقول لك إيه، ما الأسباب؟ قالك شيء أذكر سببا واحدا، وبالتالي حضرتك هتتحاسب على كل الأسباب، مش لأن الكون بقى في حالة حركة مستمرة، لأن مجرات، لأن هو بيتكلم على المجرات، فالمجرات هي اللي في حالة حركة مستمرة. يلا بينا، هسيب لكم شغل في السؤال ده سريعا. عدسة مقعرة بعدها البؤري 3 سنتي، وضع جسم على 4 سنتيمتر من العدسة، عايزين نعرف مكان الصورة المتكونة وصفاتها برسم شعاعين بس. يلا بينا، هبدأ أحل معاكم بقى وأشوف بس الأول مين اللي جاوب. تمام، عوض بدأ يجاوب، بس خليني أتأكد إجابتك سليمة ولا لأ دلوقتي، وأنت تأكد معايا. السؤال بيقول لي: عدسة مقعرة بعدها البؤري كذا، وضع الجسم على بعد 4 سنتيمتر من العدسة، عايزين مكان الصورة وصفاتها برسم الأشعة. أول حاجة احنا اتفقنا إن أنا أدور على نوع القطعة البصرية اللي عندي، هي عدسة مقعرة، فأبدأ أرسم العدسة المقعرة الأول. بتاعة الرسم ونرسم الإيه؟ العدسة المقعرة بتاعتي. طبعا الرسمة بس مش مظبوطة عندي لأن أنا من غير مسطرة. بعدها البؤري 3، يبقى باء عند 3 سنتي، وبالتالي ميم عند 6 سنتي، ونفس الكلام هنا، أدي الباء وأدي الميم. الجسم موضوع على بعد 4، يعني الجسم هنا ناخد بالنا بقى من حاجة. أنا اشتغلت في المسألة عادي جدا، ولكن في حالة العدسة المقعرة أنا مش هيفرق معايا مكان الجسم، لأن في الحالتين أو في جميع الحالات إذا وقف الجسم أمام أي مكان قدام عدسة مقعرة الخواص بتاعته ثابتة. العدسة المقعرة بتديني صورة، طبعا أدي رسم الصورة، الشعاع الأول بيخرج موازي ينكسر بحيث يمر امتداده على البؤرة، الشعاع التاني يخرج مرة على المركز البصري وينفذ على استقامته، وأدي الصورة المتكونة. الصورة بيكون مكانها بين الجسم والعدسة حقيقية تقديرية، عذرا، تقديرية معتدلة مصغرة، تقديرية طبعا لأنها نتجت من تلاقي امتداد الإيه؟ الأشعة. يبقى الصورة تقديرية معتدلة مصغرة ومكانها ما بين الجسم والإيه؟ والعدسة. مش هيفرق معايا أبدا موضع الإيه؟ الجسم بتاعي. بس هو هنا قايل لي ايه؟ ان البعد البؤري 3 وهو على بعد 4، يبقى انا الافضل لما اجي ارسم له الصوره ان انا ارسم له الجسم في المكان ده. تمام، مش تفرق معاكم في حاجه في الصوره، لان هي ايه؟ الشعاع الاول هيخرج موازي وينكسر بحيث يمر امتداده بالبؤره، والشعاع الثاني يخرج مار بالمركز البصري وينفذ على استقامته، فهتتكون الصوره بتاعتنا هنا اهي، برضو هتكون ايه؟ صورة تقديرية، صورة معتدلة، وبرضه مثقفة. السؤال الأخير بيقول لي: علل. السؤال الرابع: تستخدم المرآة المقعرة في المطهى الشمسي، هي إيه خواص المرآة المقعرة يا شباب؟ المرآة المقعرة كانت مرآة مجمعة للضوء، فبتعمل إيه بقى؟ تجمع الضوء بتاعي، وبالتالي تستخدم في توليد حرارة شديدة. السؤال اللي بعده: علل. التكاثر الجنسي مصدر للتنوع الوراثي، هنا في سببين للإجابة دي، أنا شرحتها لحضراتكم وعايزة أسمع إجابتكم. وروني كده أسرع حد جاوب. هي نور بتسألني في السؤال اللي فات، معلش هرجع لها في السؤال بتاع الرسمة، بتقول لي جبنا منين الستة سنتي؟ معلش يا نور كلامك وصلني متأخر شوية. ما هو قال لي البؤرة على بعد 3 سنتي، إذا الميم اللي هو المركز على الضعف 6 سنتي. تمام؟ نرجع بقى لسؤالنا: علل. التكاثر الجنسي مصدر للتنوع. التكاثر الجنسي مصدر للتنوع ليه يا شباب؟ لسببين: لأنه بيتم عن طريق فردين أبويين، ولحدوث ظاهرة العبور أثناء تكوين الأمشاج.
السؤال اللي بعده بيقول لي علل برضو، استخدم عدسة محدبة لعلاج طول النظر. العدسة المحدبة عدسة ايه؟ مجمعة للضوء. يبقى جاوب بخواصها لأنها تجمع الضوء قبل سقوطه على عدسة العين فتتكون الصورة عند الايه؟ الشبكية. يبقى لأنها تعمل على تجميع الأشعة قبل دخولها للعين وبالتالي تتكون الصورة عند الايه؟ الشبكية. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان عدد الكروموسومات في خلية بنكرياس إنسان 23 زوج، عايزين عدد الكروموسومات في الخلية بتاعة الجلد وفي الحيوان المنوي. خلية البنكرياس هي خلية جسدية يعني 2 نون. الاتنين نون 23 زوج. 23 زوج يعني إيه؟ يعني نضرب في 2 كده 23 زوج يعني 46 كروموسوم. معنى كده ان النون بكام؟ 23 كروموسوم. ابدا اجاوب بقى، فما هو عدد الكروموسومات في خليه الكبد؟ هي خليه الكبد نون ولا 2 نون؟ خليه الكبد 2 نون، يبقى نحط لها الرقم اللي فوق 46 كروموسوم، او تبقى زي ما هو كاتب 23 زوج. طب خلية الحيوان المنوي نون يعني 23 كروموسوم. يبقى السؤال الأول هنا ممكن أكتب 23 زوج من الكروموسومات أو ممكن أكتب 46 كروموسوم. عشان كده بقول لحضراتكم محدش يكتب الرقم ويسكت، يعني ما ينفعش حد يكتب لي 46 بس، لا لازم تقولي ده كروموسوم ولا ده زوج من الكروموسومات. متى تحدث الحالات الآتية؟ إن السرعة النسبية تكون أقل من السرعة الفعلية للجسم. السرعة النسبية أقل معناها إن إحنا طرحنا. طب بنطرح إمتى؟ لو إحنا ماشيين في نفس الاتجاه، عندما يتحرك المراقب في نفس اتجاه الجسم. متى تكون العجلة التي يتحرك بها الجسم تساوي صفر؟ عجلة تساوي صفر يعني ما عنديش معدل تغير في السرعة، يعني معنى كده إن سرعتي سرعة إيه؟ منتظمة. عندما تكون سرعة الجسم منتظمة. في حد ممكن يجاوب لي على السؤال ده ويقول لي العجلة تساوي صفر لما يكون الجسم ساكن برضه تمشي، بس وفقا لمنهجنا الأكتر بيتجاوب عندما تكون السرعة منتظمة. لحد كده أنا تقريبا خلصت الأسئلة بتاعت النهاردة. هنلتقي بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. كنت مبسوطة جدا بالشغل معاكم النهاردة وتفاعلكم، كون حصتي نالت إعجاب حضراتكم، و أقدم بالشكر لزمايلي في الإدارة العامة للمحتوى التعليمي. كان معاكم النهاردة شيماء ديب علي، معلم أول علوم بمحافظة مطروح. أشوفكم على ألف خير، السلام عليكم ورحمة الله.